بسم الله الرحمن الرحيم. هنا إن شاء الله راح نشوف كيف عملية الأكسس للعناصر في الأري، ونشوف كيف إنه ممكن نتلاعب بالإنديسيز للعناصر. لاحظ هنا عندي أني راح أعبي الأري اللي عندي هنا على اليمين بالعناصر واحد أو عفوا بالقيم أو الفاليوز واحد وثلاثة وخمسة وسبعة، نفس ما سويت قبل، لكن راح تكون طريقة الأكسس للإليمنتس يعني راح تكون مختلفة شوي. راح أوريك كيف مرونة العملية. هنا سويت زي ما سويت قبل، قلت numbers of zero gets one، زين numbers of zero gets one، فالإندكس zero الأري numbers وحطينا فيه القيمة واحد، فهنا راح نحط واحد. خلوني أشيل خلوني أمسح القيم الموجودة هنا عشان نشوف كيف العملية تتم. طيب فإذا هنا راح نحط القيمة واحد بعد تنفيذ العنصر، بعد تنفيذ العملية هذه، هنا راح يكون عندنا واحد. الآن هنا عرفنا متغير i وعطينا القيمة واحد، راح يكون عندنا متغير هنا i والقيمة اللي فيه واحد. هنا الآن نقول numbers of i gets، زين إذا راح نحط نضع قيمة في الاري في العنصر في الاليمنت اللي في array numbers، زين اللي الاندكس حقه i. طيب i قيمتها كم؟ قيمتها 1. وين الاليمنت اللي الاندكس حقه 1؟ اللي هو الاليمنت هذا. اذا هذا هو الاليمنت اللي راح نشتغل عليه الان، الاليمنت هذا كيف جبناه مره ثانيه؟ الاندكس عندنا i، هنا الاي قيمتها 1 زي ما احنا شايفين قيمتها 1، فاذا راح نروح ناخذ الاندكس هذا، زين، ونشوف الاري نمبرز، هذه هي الاري نمبرز، والاليمنت اللي تابع للاندكس i الاندكس 1، فهذا هو الاليمنت الاول، زين، راح نضع فيه القيمه اللي على اليمين. الان على اليمين راح نقرا عناصر الاري مره ثانيه. اذا هنا نكتب في عنصر الاري، هنا نقرا عنصر الاري، وكل العمليتين نسميها اكسس لعنصر الاري. طيب هنا الان راح ناخذ الاري نمبرز والعنصر اللي موجود في الاندكس 0 اللي هو 1، فاذا هذا راح يعطينا 1 هنا. هنا نفس الشيء راح ناخذ الاري نمبرز، ولكن العنصر راح ناخذ العنصر اللي في الاندكس i ناقص 1، زين، اذا كم i ناقص 1؟ i ب 1 هنا، مضبوط؟ ف 1 ناقص 1 هو 0، مضبوط؟ فاذا هذا الاندكس قيمته 0. إذا العنصر في الأري نمبرز اللي اللي الإندكس حقه 0، الإليمنت اللي الإندكس 0، فالإندكس 0 اللي هو هذا، ونمبرز أوف 0 اللي هو الإليمنت هذا، فإذا هذه مرة ثانية راح تعطينا 1، والقيمة هنا زائدا 1، و1 زائد 1 زائد 1 راح يعطينا 3، زين، فإذا راح نروح للإليمنت الثاني هنا ونحط فيه القيمة 3. زين اذا احنا جالسين نعبيها زي ما عبيناها اول، بس لاحظ ان الموضوع الان صار فيه صار فيه يعني حاولنا نضع فيه يعني تعقيد اكثر حتى نفهم كيف نستطيع نستخدم الاري مع الاندكس حق الاري. نجي الان هنا نفس الشيء، راح ندخل الى راح نضع قيمه في عنصر من عناصر الاري، الاري نمبرز اللي هي الاري هذه اللي عندنا، زين، العنصر اللي راح نضع القيمه فيه هو العنصر صاحب الاندكس i زائدا 1. كم قيمة الاي؟ قيمة الاي هي 1، زين، فإذا الاي هنا عندنا 1 زائدا 1، فهو العنصر صاحب الاندكس رقم 2. العنصر في الاري نمبر صاحب الاندكس رقم 2 اللي هو العنصر الثاني هذا اللي عندنا هنا. زين، هذا هو العنصر اللي راح نسوي له اكسس. زين، راح نضع فيه القيمة كم؟ نضع فيه القيمة 5. الآن نجي هنا، جينا هنا عرفنا variable اسمه j وقيمته 3، فإذا هذا variable j والقيمة اللي فيه حطينا فيه 3. الآن نجي هنا مرة ثانية
راح نسوي اكسس على الاري نمبرز زين، والاليمنت اللي راح نسوي اكسس الاندكس حقه هو جي زائدا اي، جي قيمته بثلاثة واي قيمته بواحد، فثلاثة زائدا واحد هي أربعة، أربعة هنا، إذا هو الإليمنت صاحب الإندكس أربعة. وين الإليمنت في الأري نمبرز صاحب الإندكس أربعة؟ طبعا هو في الحقيقة في خطأ هنا بسيط، وطبعا الإليمنت غير موجود، زين الإليمنت صاحب الإندكس أربعة غير موجود، لأن الإندكس أربعة هنا موجود هنا، ولا يوجد element. زين هو صحيح ان في أربعة elements لكن آخر element هو element صاحب الاندكس ثلاثة، فإذا هنا في الحقيقة في خطأ في البرنامج راح يعطينا error. فالمفروض انه تكون الجي بتو، زين فإذا خلوني أعدل القيمة هنا، الجي تكون بتو، زين قيمة الجي بتو هنا مضبوط. فإذا لو جينا نحسبها مرة ثانية نقول إنه الجي بتو والآي بواحد، زين فإذا خلونا نعدل هنا قيمة الجي بتو، قيمة الجي بتو هنا، فخلونا نشوف هنا نقول الأري نمبرز والإليمنت هو الإليمنت صاحب اثنين زائد واحد اللي هو ثلاثة، هو الإليمنت الثالث. زين وين الإليمنت الثالث عندنا في الأري اللي هو الالم او عفوا الالمنت اللي صاحب الاندكس ثلاثة اللي هو الالمنت الرابع، زين راح نضع فيه القيمة سبعة هنا، اسندها فيه القيمة سبعة، وانهينا انتهينا من عملية الاسناد اللي موجودة قدامك. اذا ما يلزم انه تكون عملية الاكسس للالمنت في الاري زي ما شفنا من قبل بالطريقة هذه، يعني كل element نضع فيه رقم فقط، زين لا، في الحقيقة أننا نستطيع أننا ممكن تكون عملية الأكسس بشكل أكثر تعقيد زي ما احنا جالسين نشوف هنا، بحيث أننا يكون الاندكس ليس رقم فقط وإنما يكون في variable، والvariable هذا له قيمة، أو ممكن أنه يكون عملية كاملة يعني expression كامل mathematical expression يعطينا قيمة، يقول i ناقص واحد أو مثلا j زائدا i أو i زائدا واحد، زين وهذه هنا ميزة الأري ومرونة الأري، أنها تعطيك إمكانية أنك تعرف عدد كبير من الفاريبلز، وتستطيع أنك تسوي أكسس للفاريبلز باستخدام expressions زي ما احنا شايفين. إن شاء الله نشوف الفيديو القادم كيف ندمج بين الأري وبين اللوبس، ونستخدم اللوب للوصول لعناصر الأري.